لا انا باقي في مكناس، عندي اتصالات، عندي عروض من فرق اخرى، ولكن مازال كنشتغل مع فريق النادي المكناسي اللي حتى هما باغيين يجدوا معايا. مازالين في المفاوضات، مازال ما كاين حتى شي حاجه رسميه الحمد لله، فنتسناو الايام القادمه باذن الله. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه. كاين العمل، كاين يعني كنشتغلوا مع الجميع، كنحاولوا ندوروا ليكيب. ف الى جيتوا تشوفوا الفيكتيف او المجموعه ديال فريق النادي المكناسي، فهي الحمد لله 22 او 24 لعاب، اللي تقريبا نقدر نقول لك واحد 14 ولا 15 لعاب باش دارت الفريق، ما درناش انتدابات. فالحمد لله هذا مزيان، هذا الا كيفرح وكيفرح الجميع بان راه كاين الخلاف، وكاين كاين فريق اللي يعني يقدر يمثل هذوك الرسميين، والحمد لله. كنشكر هاد الوليدات هذو اللي قاموا بهذا المجهود هذا، وقاموا بمقابله جيده، والحمد لله. شكرا. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور، منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS، نربحوا الرياضة.